أهلا برج الجدي في قناتي. اليوم راح أشوف شو هي التوقعات العاطفية لبرج الجدي الشمسي والقمري والطالع. بتناسب هالقراءة الناس المرتبطين حاليا، الناس اللي انفصلوا عن قريب، الناس اللي في عندها مشاكل وبدها مشورة أو بدها أي نصيحة ممكن تفيدها. ما بدي أطول عليكم، لا بليز لا تنسوا تضغط لايك وسبسكرايب للشانل وشير. اوكي خلينا نبدأ. في الأول الكروت اللي اجت لك، أنا راح أحكي عن الانرجي، عن الطاقة بشكل عام. كارت ذا امبرس اللي هو هاي، في عندها خاصية في هالكارت، في هالامرأة أو ممكن يكون رجل، بتحب ترضي الناس كتير، بتحب تلبي طلبات، ما بتحب تزعل حدا، بس يعني انت وصلت لمرحلة انه صرت عم تتقبل اكتر، وانت في وقت انك تركت الامور لله، يعني راح تخلي الله يقرر او يكون السورس يقرر شو الافضل لك، لانه هالشخص بيعطي كثير. انت لما بتحب كثير وبتعطي لحدا وبتحاول ترضيه، تنسى تعطي حالك بالمقابل، وبتوصل فيك لمرحلة انه بتحس حالك مشتت كثير. بس هلا في الوقت الحالي تركيزك الأساسي اللي هو أيضا الكون عم يوجهك لإله، لأنه عندك كرت زوال، أيضا الكون عم يوجهك لإله إنه أنت تركز على حالك. في ناس عم تكون تطلب منك أشياء كتيرة، مثل الشريك، أشياء فوق احتمالك، فوق طاقتك، يعني عم تحس إنه في حدا إذا عم يزن على راسك، خلص أنت ما بتريد تلبيها الطلبات، ما بتريد تلبيها الطلبات. لأنه هالكرت إذا كان ستريت فهو بدك تلبي هالطلبات، بس لأنه إجا مغلوب، أنت وصلت لمرحلة إنه خلص ما عاد تتحمل أكتر، يعني اللي كنت عم تتحمله في الماضي من ناس أو من أشخاص ما رح تتحمله في الوقت الحالي، يعني حسيت إنك أعطيت كتير، وفي ناس استغلت هاي الشيء، عم تتعلم وتتقبل وتتعايش وعم تتفهم لمشاعرك، لأنه أنت كنت في الماضي كنت شوي منكر لمشاعرك، إذا شفت إشي غلط يعني من مثلا من الشريك تساوي له حجة، تبرر لها الشريك، تخلق له أعذار. إذا كان في أي ظلم عم يجيك من شريك، كنت عم تختلق له أعذار. بالنسبة للتحديات اللي عم تواجهك، في عندك 7 of Wands و Ace of Cups. 7 of Wands هي شخص كتير دفاعي، ومستعد يواجه، يعني شريكك أو حبيبك، الشخص اللي عم تتعامل معه، كل مرة بدك تحكي معه بموضوع لازم هالشخص يكون في عنده رد، لازم عنده أي وسيلة دفاع بيستخدمها لحتى يجادلك فيها. هالشخص عم بيحس إنه أنت بتتعمد إنك تجرحه وتأذي كرامته. هالشخص يعني دائما متأهب لأي نزاع، لأي خلاف، يعني مستعد. ايس اوف كابس الكارت بتو في مشاعر فياضة، او في حدا عم يتأذى من كمية المشاعر اللي عم يحس فيها، مشاعره متقلة عليه وزن، يعني عم يحس فيه وزن على كتافه. ايضا عم تحس انه بطل في حماس مثل الماضي، بطل في شهر عسل مثلا. في الماضي كنت تحس انك بدك تعطي كل اشي لهالشخص، بدك تحبه بلا حدود، بدون شكوك ولا خوف. هلا صرت شوي عم تحس انه صعب تعطي مثل زمان. اوكي سو حبيبك لانه دفاعي بهالفترة، ايضا ممكن برضو تكون طريقة التواصل بينكم فيها كتير حواجز وصعبة، في عناد من طرف شريكك او منك في اي شيء، في اي شيء، في اشي، يعني في موضوع، في شخص عم يعاند فيه، متمسك برأيه، متمسك بموقفه أو بكلمته، وخلص يعني يا كلمتي يا كلمتي، my way or the highway. مش عم يشوف الأمور من منظورك أنت أو من جهتك أنت. أنت يا برج الجدي عندك كتير طاقة هوائية، عندك كتير طاقة هوائية، هالقراءة فيها على فكرة كتير طاقة هوائية وكتير
كروت مقلوبة، يعني قراءة ممكن تكون قاسية عن جد، يعني قاسية، فيها قطع صراعات بشكل عام، يعني فيها ناس وصلت إلى مرحلة إنه خلاص ما عاد تتحمل. أوكي، عندك ملكة السيوف مقلوبة، ملكة السيوف مقلوبة، عندك أميرة السيوف مقلوبة، وعندك Two of Swords. أنت هلأ في وقت عم تحاول توجد التوازن، لأنه حسيت إنه الميزان عم يميل لجهة أكثر من الثانية، ما في توازن، عم يتقل لجهة أكثر. كنت عم تعطي وتعطي وتعطي في الماضي، حتى وصلت لمرحلة إنه بطلت تحس في عدل وفي موازنة. ما عرفت كيف توصل لقلب حبيبك، في أسوار بينكم وحواجز، يعني أنت بس تيجي تحكي مع هالشخص بتكون على أعصابك، يعني تختار كلماتك بعناية، والطريقة اللي بتعبر فيها بتختارها بعناية، يعني مش كل شيء بتورجيه للشخص. شريكك في الماضي كان متفائل كتير بطريقة يعني شوي عامية، إنه كان دايما إنه الأمور كويسة، حتى إذا أنت كنت متضايق، يعني كان الأمور كويسة، ما في أي شيء، يعني ما كان عم يشوف هو كيف كان عم يجرحك، أو أنت كيف نفسيتك كانت تعبانة، يعني يتجاهل أنت كيف بتحس. بس أنت بس تولع معك وأسلوبك بيصير مثل ملكة السيوف، يعني بارد وقاسي. بالمقابل لما صرت هيك، بالمقابل حبيبك أيضا صار هيك، صار عم يواجهك بالمثل. يعني أوكي، في عندي شخصين، إذا حكيت لشخص يدفش إيده وما حكيت إشي للشخص الثاني، أنت بس تيجي تدفش إيدك على الشخص الثاني راح يواجهك بالمثل، حتى لو أنا ما حكيت له، لأنه حتى لو أنا ما حكيته، لأنه فطريا أي شخص بده يكون يدافع عن نفسه. فلأنه أسلوبك صار هيك، ولأنه صار في نوع من القسوة والهجوم والدفاع، يعني وبناء الأسوار والحواجز، حبيبك صار عنده مثل الطاقة، صار عم يبان لك بالمثل، كان عم يحس إنه بده يدافع عن حاله. والمشكلة هون إنه ما بيشوف الأمور من جهتك أنت، يعني أنت كنت صابر 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 وانفجرت معك، يعني وصرت قاسي، وهو صار قاسي بدل ما يتفهم انت ليش صرت هيك. طيب يعني مش عم توصل مع حد، مع الشريك مش عم يفهم انت ليش فجأة تغيرت وفجأة عم تخانق، انه ما في عدل في العلاقة، مقصر بحقك، عم تحس كأنك عم تحكي مع حيط، بدك الاشي تتغير، وهو بده يتغير بس هو مش فاهم ليه انت عم يعني عم تشكي، عم تشكوا ببعض، وصلتوا لمرحلة إنه في شك ببعض، عم تتخوفوا من بعض من كثر ما في أسوار وحواجز بينكم. في أيضا ممكن يكون نوع من التجسس، يعني في حدا عم يساوي ستوكينج للسوشيال ميديا، يمكن أنت أو الشريك، في حدا عم يراقب تصرفات وحركات الشخص الثاني، منزل بوست هون، منزل مثلا صورة هون، يعني هيك عم كتير عم يراقب. صراحة في كتير طاقة هوائية، يعني أوفر أوفر بقراءتك، في طاقة هوائية. أوكي، أنت بصراحة بدك تحكي، بدك ما تخبي الأمور في جواتك، ما تخليها تتراكم، لأنه أنت بتستناها لحد ما تنفجر، وأنت وحبيبك يصير في بينكم انعزال عن بعض، لأنه إجتكم هالورقة ذهبت، يعني أنتوا هلأ تقريبا في فترة انعزال عن هالحبيب وعن هالشريك، وكل شخص أنت والشريك عم تدور على أجوبة، عم تدور في حلول بداخلك، أنت عم تشوف شو بدك تفهم، شو الحلول، شو المصير بجواتك أنت. في حدا في العلاقة بده كلمته هي اللي تمشي، أو بده يكون هو اللي إله الإيد العليا مثل ما بنحكي،
يعني بدو كلمته هي اللي تمشي. إذا كان أنا بشوف إنه إذا أنت اللي بدك كلمتك تمشي لأنك من قراءة مبينة عندي إنك تعبت بدك الأمور تتغير، منشان هيك صرت صارم، يعني صارم زيادة عن اللزوم لأنك تعبت بدك الأمور تتغير، يعني تفتش على إشي بيدوم معك يعني للمستقبل. أنت بس تتعلم، أنت برج ترابي، فعلا برج ترابي بتحب الروتين، بتحب ال 1 2 3 كل يوم على هالحالة، يعني بتحب الروتين، ما بتحب التغيير والإشي المفاجئ، الإشي اللي مش مخطط لإله. بس أنت يعني إذا تعلقت زيادة بأي شيء، حتى إذا كان في comfort zone أو منطقة الراحة، أي إشي بيريحك كتير، إذا تعلقت فيه كتير، سواء كانت عادات سيئة، سواء كانت نظام معين، سواء كان شخص متعلق فيه، لابد من إنه ينكسر هالشيء، لأنه تعلقك غير صحي بهالشيء، كان ما يكون غير صحي، كان لازم يصير في تغيير، وأنت بدك هالتغيير، وحبيبك أيضا بده هالتغيير، وهالتغيير أوريدي يعني في أوريدي يعني بدأ أوريدي، لأنه هالكرت إجا، وهالكرت مسج يعني صار في تغيير من جوا. وهذا أهم شيء بصراحة، إنه يصير تغيير من جوا لحتى يعكس لبرا. أنت أو حبيبك من هذا اللي عم تفتشوا على الأجر مثل ما حكينا، فعلا شريكك بدأ يستوعب أشياء ما كان يستوعبها من قبل. أنت بدأت تستوعب أيضا إنه أوكي صار لازم أغير طريقتي وأسلوبي في بعض الأشياء. يعني أنت ممكن تعاملك مع الشريك، مع الحبيب، كان مثل الأب مع أولاده، يعني في شوية قسوة أو tough love، الحب القاسي، بس أنت بيصعب عليك، ما يعني أنت ما بتحب تكون أو ما بتحب تستخدم هالأسلوب مع حبيبك، يعني بيصعب عليك لأنك من جد بتحبه، بس وصلت لمرحلة إنه خلص يعني صار لازم هيك. كل الأغلاط، الجرح اللي سبب لك وحبيبك في الماضي اللي ما كنت تعرف تعبر عنه، هلأ في عندك استعداد تشتغل على طريقة التواصل بينكم، عم تفتح عقلك مع هالشريك وتتفهم أكثر. حاول إنه إذا في أي شيء مضايقك تحكي بالموضوع، إنه والله هيدا ما عجبني، والله هيدا بده يتغير، أنا ما برتاح هيك، لحتى إيش، لحتى توصل لنتيجة سريعة في المستقبل. بدك تشرح للشخص، بدك تفهم الشخص إنه أنا مشان أكون مبسوط في علاقة أو مشان أحس في أمان في علاقة، لابد من إنه يكون في استمرارية في المستقبل، لابد إني أحس إني آمن إنه أنت شخص راح تضل موجود، مش راح تروح، مش على هواك عم تتصرف. يعني بدك هالشخص يكون معك جدي جدي كتير، بدك تحس بثقة، بدك تحكي له بدي أحس بثقة أنت ما راح تروح. هالشخص عم يتصرف بهالطريقة، شريكك حبيبك عم يتصرف بهالطريقة لأنه خايف يخسرك. عنده 8 of cups، خايف، هالشخص خايف يخسرك. فكرة إنك تروح منه كتير بتوجعه، فهو بده يتغير، بده يتغير تيصير king of pentacles، بده يصير معك هالطاقة، هالشخص جدي رزين، أيضا يعني كل تفكيره عم يكون يعني أرضي، يعني تكوين أسرة، تكوين منزل، تكوين بيت، من هالشيء، فهو بده يتغير تيصير تصير للشخص اللي انت بيناسبك، اللي بدك انت يصير، عنده استمرارية. وحاول ايضا تسيطر على مشاعرك شوي وتبدا صفحة جديدة مع هالحبيب. بس انا من البين عندي انه يعني هالقراءة ابتدت في The Sun Card، يعني كان فيها طاقة شوي صغيرة وانتهت في كثير ملوك في نهاية القراءة، ففي مرحلة من النضج وصلتوا إليها أنتوا الاثنين، أنتوا شريكك، في مرحلة نضج وصلتوا إليها وبدكم تشتغلوا، بدكم تتغيروا، بدكم تتنازلوا لبعض مشان توفقوا وتكملوا العلاقة لقدام.
شكرا لكل اللي تابعني، راح انزل ان شاء الله العذراء بعد هالفيديو، يوم العذراء، وشكرا لكل اللي تابعني.